مرحبا، في هذا الفيديو بدنا نحكي عن آخر موضوع من مواضيع الفيكتور أو الكالكولس بشكل عام أو البيسك كالكولس اللي حكيناه. راح نبدأ في بداية هذا الكورس، بعد هيك لنبدأ في صلب الكورس تبعنا اللي هو الإلكترومغنيتيك. تمام، بدنا نحكي اليوم عن أوبريتر اسمها الدل أوبريتر. الدل أوبريتر، تمام، الدل أوبريتر، تمام، نرمز لها في الرمز هذا مثلث زي هيك. في الحقيقة الدل اوبريتر هي عبارة عن ايش؟ فيكتور مش سكيلر. اذا الدل اوبريتر هي عبارة عن فيكتور، تمام. طيب شو قيمة هاي الدل اوبريتر؟ الدل اوبريتر، تمام، عندنا اذا كانت كارتيجن كوردينيت في لها قيمة، القيمة تبعتها في الكارتيجن كوردينيت بتساوي عبارة عن البارشل باي بارشل اكس، تمام، في اتجاه الاكس، زائد بارشل باي بارشل واي في اتجاه الواي، زائد بارشل باي بارشل زد في اتجاه الزد. تمام، اذا كانت سيلندريكال فالها مقدار او فاليو، تمام، از فيكتور حتكون تساوي بارشل باي بارشل رو زائد في اتجاه الرو طبعا، زائد بارشل باي بارشل حتكون اللي هي فاي، بس مضروب هون رو دي فاي. ليش؟ هون احنا فعليا بنحط الديفرنشال اليمنت، يعني هون حاطين دي اكس، هون دي واي، هون دي زد، اللي هم البارشل اليمنت في الكارتيجن كوردينات. هون دي رو، هون رو دي فاي في اتجاه الفاي، اذا حتكون اخر اشي بارشل باي بارشل ايش؟ زد في اتجاه الزد، يعني احنا نحط البارشل اليمنت في المقام. تمام، طيب نيجي على السفيريكال ايش حتكون بالنسبة ل السفيريكال؟ حتكون الدل اوبريتر تساوي عبارة عن بارشل باي بارشل ار في اتجاه الار، زائد بارشل باي بارشل اللي هي ثيتا، بس زي ما حكينا بما انه احنا نحط البارشل اليمنت حتكون ار دي ثيتا في اتجاه الثيتا، زائد بارشل باي بارشل. نيجي هون نحكي ايش حنحط، زي ما بنعرف البارشل اليمنت هون ار ساين الثيتا دي فاي في اتجاه الفاي. اذا زي ما حكينا ان الاوبريتر لها فاليو حسب اذا كان كارتيجن ولا سيلندريكال ولا سفيريكال، بس بالمقام حيكون البارشل اليمنت وحتكون ايش؟ الدل اوبريتر فيكتور. هون السؤال بيجي انه شو الاستخدام تبعها او شو اهميتها؟ اهميتها كثير كبيره وراح تسهل علينا كثير امور في هذا الكورس. تمام، طب بنذكر الاوبريتر شو كانوا الاوبريتر؟ بنذكر انه كنا احنا قادرين لو في عندي فيكتور وفيكتور اعمل دوت برودكت، صح؟ دوت برودكت وكروس برودكت. تمام، احنا بدنا نيجي نشوف شو ممكن نعمل من الدل اوبريتر اللي هي عباره عن فيكتور. اوكي، على سبيل المثال لو عندي فيكتور ايه، هذا ايش؟ فيكتور. وايش عندي فيكتور اسمه، او مش فيكتور سوري، انه عندي سكيلر اللي هو اسمه اس. تمام، اس عباره عن سكيلر فانكشن. تمام، سكيلر فانكشن. اوكي، طيب نيجي نميز احنا بين الفيكتور فانكشن والسكيلر فانكشن. مثلا الفيكتور فانكشن بيكون ممكن يكون 3xy في اتجاه z زائد مثلا 2y او x في اتجاه الواي على سبيل المثال، هذا عبارة عن فيكتور فانكشن. طيب مثلا السكيلر ايش ممكن يكون؟ 3xy نفس ما هو زائد 2x، بس زي هيك، ما في يونت فيكتور فيه، عشان هيك هذا بنسميه سكيلر وهذا فيكتور فانكشن. تمام، ان شاء الله تكون الفرق وصل بينهم، هذا على الهامش. طيب نيجي نشوف شو احنا قادرين نعمل. ممكن انا اضرب هاي الجريدينت في الفيكتور، ممكن يا اما دوت برودكت، تمام، اعمل دوت برودكت بتوين هذا الفيكتور وهذا الفيكتور اللي هي الدل اوبريتر مع الفيكتور ايه، او اعمل، تمام، كروس برودكت بين اللي هو الدل اوبريتر والفيكتور ايه. اوكي، واعمل ايش لي؟ اضرب هاي في السكيلر، تمام، بحيث انه يطلع ناتج عندي في النهايه فيكتور. تمام، طيب نيجي نشوف شو هاي وشو هاي وشو هاي. هلا هاي، تمام، بنلاحظ انه فيكتور دوت برودكت مع فيكتور ثاني، الناتج حيكون في البدايه سكيلر. تمام، اذا الناتج سكيلر. تمام، اذا الناتج بينهم دوت برودكت حيكون سكيلر. هاي فعليا احنا بنسميها الدايفيرجنس، بنسميها هاي العمليه الدايفيرجنس. تمام، نيجي على
الكروس برودكت بتوين تو فيكتور حيكون ايش؟ زي ما بنعرف فيكتور الناتج. تمام، هاي العملية احنا بنسميها اللي هي الكروس برودكت بنسميها هون كيرن. تمام، كيرن لما يكون في عندي الديل اوبريتر كروس برودكت مع فيكتور تاني احنا بنسميها فيكتور. تمام، بنسميها كيرن. تمام، اخر اشي هوني عندي هاد سكيلر وهادي فيكتور، نضربهم في بعض راح يطلع الناتج عندي فيكتور، فبالتالي هاي احنا بنسميها احنا الجريدينت. تمام، هاي بنسميها الجريدينت، حيكون الناتج عندي ايش؟ فيكتور. اخر عمليه ممكن نعرفها ايش هي، انه يكون مثلا عندي الديل اوبريتر مضروبه دوت برودكت في الديل اوبريتر مضروبه في السكيلر فانكشن اس. شو راح يصير؟ هي نفسها بتساوي، تمام، حتكون عباره عن الديل سكوير للاس، يعني المشتقه الثانيه. احنا لما اضرب بارشل باي بارشل اكس مثلا اس هيك اضربها في دي اس باي دي اكس، تمام، هي عباره عن دي سكوير للاس على دي سكوير للاكس، صح؟ حتكون شيء زي هيك، حيكون الناتج ايش؟ سكيلر، لانه هاي لو نيجي نقسمها قسمين، هذا لو اعمل اول شيء هاي حتكون يطلع عندي فيكتور، وفيكتور دوت برودكت مع فيكتور ثاني حيكون سكيلر. هاي احنا بنسميها لابلاسيان، هاي العملية بنسميها لابلاسيان. تمام، ممكن هسه الامور تكون مش واضحة، او شو معنى الدايفيرجنس لما انا اعمل زي شو معناه، او شو معنى الكير. لكل واحدة من هدول حيكون في لها فيديو خاص، راح نعرف احنا شو معناها كفيزيكس وشو استخداماتها وشو اهميتها. فبنشوفكم بالفيديو الجاي لنحكي عن اول موضوع اللي هو موضوع الجريدينتس.